أولاً جيت نشارك في عدة ملتقيات المهرجانات اللي في المغرب في المملكة المغربية، من ضمنهم مهرجان كان عندنا في الداخلة، من ضمنهم عيد العرش ديال سيدنا الله ينصره في حفلة الولاء، من ضمنهم مهرجان اللي كانت تنظم الأخت رشيدة في سطات، من ضمنهم مهرجان كان في قليميم هذا موسم قليميم. حضرت الحمد لله في عدة مهرجانات. هذه المهرجانات احنا كجالية مغربية عندنا شيء كبير، لأننا ما كان عيشوش هذه المراحل في أوروبا، كان قعدوا العام كامل في أوروبا، تعرفي متغربين، مشاكل الأسروية، مشاكل العمل، مشاكل هذا، ولكن التنفس الوحيد لنا هو بلادنا، هو المملكة المغربية. منين كان جوها كان تنفسوا فيها، وكان حاولوا نوصلوا للمغاربة والمملكة المغربية، كان حاولوا نوصلوا لهم بأننا راه جينا باش نديروا شي حاجة في بلادنا، رانا كنساهموا في بلادنا، كنساهموا بكل شيء، كنساهموا بأننا كنجيو نصرفوا في بلادنا، كنساهموا بأننا كنشاركوهم داك الشيء اللي كنعيشوا حنا في أوروبا، من خلالنا حنا كنحاولوا نوصلوا المجتمع المدني ونوصلوا لبلادنا شنو هو ما معنى المهجر، شنو هو الغربة اللي كنتغربوها في أوروبا. تعرفي فين كنكونوا جايين المغرب؟ غير كتدوز بينا الطيارة نحسوا بأن دخلنا البلاد، كتنفاجئ قلبنا، كتشرح قلبنا، لأن حسينا بأن دخلنا بلادنا. كتكون دائما عندك واحد الشوق بأنك تدخل بلادك، بالعكس ملي كتكون في الغربة دائما كتحس بأنك غريب، بحكم اللغة، بحكم ياسر احنا تقاليدنا المغربية، كتعرفونا احنا كمغاربة ما شاء الله كرماء، كمغاربة عندنا بزاف ديال الحوايج كنديروها في بلادنا. في البلاد الأوروبية من الصعب جدا بأنك تعيش هذاك اللي كتعيش في المغرب، من الصعب بأنك تعيش في أوروبا. الملحفة هي المرأة الصحراوية. إلا قلعت المرأة الصحراوية ملحفتها معناتها راهي ماهي صحراوية. تقالي احنا عيب عندنا مرأة صحراوية تقلع ملحفتها، يعني أنك رانك تجردتي من كل شيء. أنا كنعيش في فرنسا هذه طريق 22 سنة، الحمد لله دائما لابسة ملحفتي، حتى عادوا الأوروبيين يجوا يتصوروا معايا، يجوا يسولوا الملحفة، يشوفوا التوب ديال الملحفة، يعني كنوصلوا احنا تقاليدنا للمجتمع المدني الأوروبي، كنحاولوا حتى هما يعرفوا بأننا راه كيف هما إلى جاوا لبلادنا ما يقدوش يتكلموا بلغتنا، ما كيبدلوش لباسهم من أجلنا، حتى احنا من نقصوهم ما نبدلوش لباسنا من أجلهم. اللغة يمكن تعايشوا معهم بلغتهم، ولكن لباسنا كان بانوا دائما بأن عرب وبأن صحراوي. المرأة الصحراوية إلا تجردت من الملحفة راهي تجردت بأنها صحراوية، يعني لا عبارة عن ملحفة منين تلبسيها تنظف الجلد المرأة. كاين تقولوا انتم ما قماش، والله كيف ماسك الا درتيه على الجلد. منين تلبسي ملحفه النيله تفوتي نهارين والله ثلاثه لبستيها وتمشي للحمام، ذاك كامل القشره اللي كانت على جلدك تنقلع كامله ويرجع جلدك صافي. الصحراويين اللي كيكونوا يفوياجوا على الجمال، وهذو هذو اللي يعودوا في الجزائر، البدو، هذو البدويين اللي يعودوا في الجزائر اللي منهم نسيت اسمهم، هذو تجبرهم ديما لابسين النيله لنصاص، يداري منها الثام، داير لانها كتحضيهم من الشمس، تقيهم من الشمس، وزياده على ذلك زينه في البصر، كتقوي البصر النيله، كتجي من تنبكتو. هذه كاع الصحراوي في قديم الزمان كانوا يجيبوها من تنبكتو. وهذه انا ننصح كل، ماشي غير النساء، ننصح النساء ورجال عنها. النيلة تعود عندهم ملحفة ديال النيلة، غاز النيلة اسمها، غاز النيلة تعود عندهم، حتى اللي ما يستعملها الجلد يستعملها العينيه، يدير منها كي هذا وتم يحزم بها، راهي زينة في العينين كترد البصر. احنا نستعملوا المواد الطبيعية لا في التجميل ولا في الصحة. مثلا العلك اللي اسمه بالفرنسي القوم داكاسيا، هذا نديرو فتاي، هذا نديروه هما اللي بكري، نديرو في الجيرة ونديروا عليه اللبان والله الحليب والله الماء، ونخبطوه لين ذاك ونشربوه، يقلع قندي. قندي هي شي حاجه كتحسي براسك دايخه، كتحسي براسك فاتيكي، هذاك هو قندي. يعني دائما نستعملوا لا المواد الطبيعيه لا في الشرب ولا حتى في التجميل. والكحله ديروا كحله ديال الحجر، خالقه كحله تشريها حجره
وديريها في شحمه الغنم وطيبيها في الكسكس مع الكسكاس في الكسكس، تكحل بها المراه هذه ترد لها بصرها. خلق ياسر من البرودوي عندنا احنا اللي يرد المراه، اللي يرد المراه صحتها، لان احنا ما نبغوا المراه ضعيفه، نبغوا المراه شويه تعود عامره تعود غليظه، وخاصه من نصها نبغاها تعود غليظه، والزناد يعودوا زينين والصيقان يعودوا زينين. يعني المراه خاصها تعود تفصله، ما تعود رقيقه. منين نشوفها رقيقه معناتها انا راهي ما يمديتها براسها. المراه الصحراويه منين تبغي، منين يخطبها حد وتبغي تتعرس وتعرف الموعد عرسها تتبلح، يعني هي تسمن وتبيض، يجيبوا لها مرة تبلعها. هذه المرة تمشي بها البلد الخيمة وتعدل لها، تشرب بكري الحليب الجمال، تعدل لها كامل المواد اللي تقد تغلاظ بهم، تقد تسمن بهم، يغار تسمن بهم بشحم طبيعي، ما هو بشحم يعني شحم طبيعي اللي يقعد لها، اللي يقعد صحتها مزيانة. مثلا تجري لها يعني تنظف لها مصارينها هم الأولين من كل شيء اللي فيهم، ياك تعود تبدا معاها مرحله الشحم باش تبيض وتغلاظ، تغلاظ تعود شحمها زين. هذا هو اللي عاد المراه منين تعود ليه تخيم، ماشي وزنها لا. احنا الصحراويين عندنا المهر غالي، ولكن ماشي احنا اللي نحدوا المهر للعريس ابدا، جامي تجبري صحراويه يحدوها لها. حشومه عندنا قاعد تحدد المهر للعريس، ولكن العريس هما اللي ما يرضى يجي لهذه العائلة إلى ما عاد جايب لها مهر زين وعرس زين فيه نحيرة، فيه مسائل يعني زينة وراقية تحمر وجههم قدام القبائل الثانية. هو الراس هو منين يجيب ذاك العرس لهذه السيدة، يعني حتى هو راه وازن قدام القبيلة. احنا مزلنا نعيشوا القبائل، مزلنا نعيشوا حياة البدو، مزلنا نعيشوا يعني رغم الحضارة اللي خالقة ضريك، ولكن احنا جمعنا ما بين الحضارة وما بين الموضة ديال ضريك. الحمد لله الصحراويين يعيشوا جميع المراحل، يعيشوا البدو ديالهم العادي، لأنك تجبر واحد عنده ما شاء الله فيلا عنده ذا ويمرق يقيس البل، يمشي يديمس عند البل، يمشي يفوت يومين ولا ثلاثة عند البل. يعني مازالوا الصحراويين يعيشوا حياة البدو وحياة المدينة هما اللي في نفس الوقت. احنا عندنا المرأة الصحراوية الطلاق ما هو عيب، بالعكس فخر للمرأة. انا وانتي انا وراجل ما تفاهمنا نفتصلوا اخوت واولاد عم، ومنين تلحق العده يعدوا لها حفل كبير يحضروا فيه الناس اللي بغاها من خلال هذاك النهار اللي هي دايره هذاك الحفل، راهو يخطب هذاك النهار ولا يتكلم معاها هي. اما اللي عاد ما غايتها في العرس راه يتحالي لها انت على راحتها، هي اللي تشوازي على راحتها. احنا المراه المطلقه هي اللي هي اللي هي اللي تعود عندها قيمتها وعندها شانها، والله ما انه لا ياخذوها رجال، يتفاتنوا عليها رجال اكثر من العزبه، لانها عندها تجربه، لانها عندها قيمتها. احنا المراه منين تعودها رجاله كتعود كل جوهره، بالعكس تكرم وكلها يحط لها 20,000 حساب على عند اهلها كاع، على اهلها رؤوسهم، ولا عند شخصها ولا عند الناس الثاني. نقول لسيدنا الله ينصره، الله ينصرك والله يحفظك لنا، وإحنا كجالية مغربية مقيمة بالخارج رانا جد فخورين بيك وبتحركاتك، ورانا كنفتخروا بأن مغاربة، وكنفتخروا بأنك مالكنا وسيدنا. والله ينصرك والله يحفظك سيدنا، وكنتمنى ونعود عند حسن ظن سيدنا الله ينصره، وعند حسن ظن المجتمع المغربي كامل، وكنتمنى بأننا نودوا رسالتنا خارج المغرب وداخل المغرب.